السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تحصل على وظيفة حكومية في بداية شهر يناير؟ خليكم معانا، والتقديم هيبقى إلكتروني. قال الدكتور ممدوح إسماعيل عضو الفريق الذي عد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 خاصة المادة 12 حددت شروط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة خلال شهري يناير ويونيو من كل عام، وأنه لا يجوز الخروج عليها بالإعلان في غير تلك المواعيد. وأضاف إسماعيل لمصراوي أن التقديم للوظيفة يعني يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية في الموقع البوابة الحكومية يا جماعة، حيث يتم نشر الإعلان عليها والتقديم من خلالها ورفع المستندات عبر الموقع البوابة الحكومية. يعني الوقت أي إعلانات هتبقى يعني إعلانات لشغل موجود شاغر في البلد في الوزارات هيكون من البوابة الحكومية. البوابة الحكومية موقع معروف انتوا عارفينه كلكم. من جانبه قال المستشار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم الإعلان عن 240 وظيفة جديدة من المهندسين للعمل بوزارة الري والمصالح التابعة لها في أول يناير عبر بوابة الوظائف الحكومية، كما سيتم فتح باب التقدم للوظائف بهيئة السلامة البحرية، فضلا عن إعلانات الوظائف التي سيتم طرحها أيضا خلال نفس الشهر، ولكن يتم استيفاء الشروط الخاصة بها من حيث التمويل الدرجات وغيره. وأضاف في تصريحات له أن من حق الدولة اختيار الأنسب والأفضل لشغل للراغبين في الوظائف الحكومية واستدرك أطالب البعض أن يوفر أوقات بحثهم عن واسطة لمساعدتهم وعليهم الاستعداد الجيد للاختبارات، وأن التقديم لأي وظيفة حكومية ليس لها سوى مسار واحد فقط وهو بوابة الوظائف، فمن يرغب في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله عليه متابعة بوابة الوظائف الحكومية خلال أول يناير وأول يوليو. يا جماعة يعني أنتوا تتابعوا في أول يناير وفي أول يوليو الوظائف اللي هتبقى موجودة في الحكومة على البوابة الحكومية. ووجه نصائح للمتقدمين بخصوص تقديم المستندات عبر الموقع أن تكون سليمة والبطاقة سارية والمستندات دقيقة، لأن هذا يعكس اهتمام المتقدم للوظيفة، مشيرا إلى أن مسابقة الري الأخيرة تقدم لها 11,000 مواطن، ثم تم استبعاد 3,000 منهم لعدم دقة رفع المستندات المطلوب. يعني تلتزم بالمستندات اللي هي عاوزينها، البطاقة الرقم القومي تكون سارية، وكل الأمور اللي انت شفتها دي يا جماعة. الموضوع ده مهم ونشروعه عشان زمايلكم الناس اللي عايزين يقدموا يستفادوا إن شاء الله من المشروع من التقديم، لأن خلاص هندخل على يناير اهو. دمتم في رعاية الله وأمني وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.